ما هي الدول التي ليست لديها بطالة في العالم؟ في البداية، الدولة التي لديها أعلى نسبة بطالة هي السودان بنسبة 47%، وتليها جنوب إفريقيا بنسبة 32%. أما الدول التي تتمتع بأقل نسبة بطالة، فنجد في المركز الخامس بوروندي. بالرغم أن دولة بوروندي تعتبر من الدول الفقيرة في إفريقيا، إلا أن نسبة البطالة منخفضة للغاية، والتي وصلت إلى 0.9%. في المركز الرابع نجد النيجر. تعتمد النيجر بشكل كبير على تصدير الذهب واليورانيوم والنفط، وهذا ما جعلها تخلق الكثير من مواطن الشغل، والتي أدت إلى انخفاض نسبة البطالة بشكل كبير، والتي وصل إلى 0.5%. وفي المركز الثالث نجد كمبوديا. تعتبر كمبوديا من الدول التي شهدت تقدما اقتصاديا سريعا، والذي خلق الكثير من مواطن الشغل، ما ساهم في جعل نسبة البطالة في البلاد يصل 0.22%. في المركز الثاني نجد بيلاروسيا. تتميز بيلاروسيا أو روسيا البيضاء بقاعدة صناعية متطورة نسبيا، ورثتها من الاتحاد السوفيتي، والذي ساعدها على خلق فرص عمل كبيرة، ما جعل نسبة البطالة فيها يساوي 0.11%. وأخيرا في المركز الأول نجد قطر. نتيجة وجود فرص عمل كثيرة في القطاعين العام والخاص، تمكنت قطر من توفير للمواطنين والمقيمين على حد سواء عددا متزايدا من فرص التوظيف والتدريب، وهو ما جعل نسبة البطالة فيها يصل إلى 0.1%.